والنشاط والحيوية على كل اللي مصحصحين معانا. يوم جديد، شوية رياضة، شوية لياقة. مع مين؟ أنا أكيد لميس والكوتش حسين. صباح الفل يا كوتش. صباح الجمال يا لميس. إيه؟ احنا تقريبا مش معانا فرح من التمرين. خافت من تمرين النهاردة. قاعدة اتفرج علينا وهتعمل معانا ده إجباري. طب قول يا كوتش، جات لنا اسئله على مشكله الدراع. ناس كتيره بتشتكي ان الدراع بيبقى مليان شويه، محتاجين يخسوا ومحتاجين انه كمان يبقى مشدود. ده حقيقي، وبالذات الستات برضو، بتاع ستات البيوت اللي بيقعدوا ما بيعملوش تمارين رياضيه كتير بيبقى عندهم المشكله دي. ده حقيقي. من ضمن الحاجات اللي لميس بتقول عليها ديت، بتيجي عند ستات كتيره قوي ورجاله برضو، الترايسبس عندهم او الايد من هنا بتبقى لوز او بتبقى طريه قوي، فبيبقوا عايزين يشدوها او عايزين يخلوها تبقى ناشفه شويه او شكلها احلى شويه. نعرف النهارده بقى ونبقى راضيين عن شكلنا. شويه بقى واحنا برده نقدر نستحملكم، يعني نقدر لا 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 هنعمل تمارين النهارده عشان يبقى شكلنا حلو قوي، عن البايسبس والترايسبس او العضلات المسؤوله عن شكل الدراع فعلا. فهنبدا دلوقتي بشويه تمارين، وعايزين نركز بس في الشكل بتاعنا. دايما هنحافظ على ركبتي متنيه، هحافظ على بطني مسدوده وظهري مفرود. تمام، يلا ناخد الاوزان. طبعا هفكركم تاني، لو ما عندناش دامبلز في البيت نقدر نستخدم ازايز المايه، نقدر نستخدم ازايز المايه دي لو خفيفه نحط فيها رمل هيبقى اتقل بكتير. اول تمرين هيبقى البايسبس كيرل، هنحاول نعمل 10 عدات 3 مرات. هنطلع بالراحه قوي، الركب مش مشدوده، الركب متنيه، تانيه صغيره جدا. 2 3، حاول نتنفس واحنا بنعمل الحاجه الصعبه، زي ما احنا بنطلع بايدينا كده بنتنفس، نفضي النفس. ده مش معناه ان احنا نكشر، ده معناه ان احنا ممكن واحنا بنتمرن نضحك. ايوه هي دي، اضحك. عدتين كمان، واحده كمان عشان ناثر على النفسيه برضو في نفس الوقت. ايوه نريح. يلا، في زاويه تانية للبايسبس اللي هي بنسميها الهامر اللي بتمرن الجزء ده. أوكي. فاحنا بس بنغير زاويه الدمبل بتاعتنا، بدل ما احنا هنا بنشتغل هنا. هنعمل 10 عدات. واحد، عايزاك واحنا بنعمل برضو يا كوتش تقول لي امتى نقول للي عايز يلعب رياضه لا ما ينفعش تعمل تمرين في الوقت ده. انا ما اقدرش اقول لحد ما تقدرش تلعب رياضه. لا، امتى الاوقات اللي ينفع فيها وامتى الاوقات لا. في اوقات فعلا ممنوع علينا ان احنا نمارس الرياضه، زي مثلا ريحي دلوقتي، هنعمل المجموعه دي تاني. أوكي. بس بعد ما نبدا الكلام، يعني عايزك تشدي بطنك قوي وانت شغاله. اند جو، 10 عدات كده وبعدين 10 عدات كده. اوكي. زي ما لميس كانت بتكلمنا بتقول لي على الاوقات اللي ممنوع فيها التمرين، هو فعليا لما بيجي لي حد مثلا ما اكلش خالص، ما عندوش اي انرجي، هيتمرن يعمل ايه؟ هياخد الانرجي بتاعته دي منين؟ هيبدا ياخد من الانرجي اللي بالعافيه مخلياه واقف على رجليه. فلازم نحافظ على ان احنا ناكل قبل التمرين بتاعنا بساعه ونص او ساعتين عشان يبقى عندنا انرجي. لو ما عندناش خالص وتعبانين ما نقدرش نتمرن. ما نمناش خالص، ما بنقولش لا احسن من ما فيش، لا بنبطل تمرين وبنريح. عيانين عندنا اي تعب زي البرد او ايا كان المشكله الصحيه، هنحاول برضو البروتينات اللي موجوده في جسمنا ستوب. البروتينات الموجوده في جسمنا هي اللي فعلا بتخلينا نخف اسرع، فلازم نحافظ عليها من غير ما نتمرن. في الاوقات ديت من الاوقات اللي احنا بنمنع فيها التمرين شويه. احنا عملنا تمرينتين للبايسبس، هنعمل تمرينه بقى تمرينتين كمان للترايسبس، مهمين جدا للعضلات الخلفيه للدراعات. هنقف كده، هناخد الدمبل بتاعنا، هننزل هنا. ايوه، هننزل هنا، هنرفع لفوق ونبدا نعمل كيك باك. اهم حاجه وانا بشتغل ان انا ظهري مفرود قوي. هنزل تحت شويه يا لميس، هرفع كوعي فوق وهثبته هنا. جو، 1، افردي ايدك، افرديها هنا. ايوه كده، 1 2 3، افرد كمان شويه واشد بطني. 4، افردي ايدك كمان شويه. 5 6 7، ابص على الارض عشان عايز ظهري ورقبتي في نفس الخط مع بعض. اوكي ريحي، صعب ها؟ صعب. حسيتي الترايسبس اشتغلت شويه؟ ده نقعد نعمله كام عده؟ التمرين ده هنحاول نعمل كل التمارين اللي احنا عملناها ديت 10 عدات 3 مرات. ده كبدايه كستارت، شويه بشويه هنبدا نزود. هنعمل تمرين على الارض دلوقتي من التمرينات المهمه جدا جدا للترايسبس. هفرد ايدي فوق خالص وانا نايم، راسي على الارض مشدوده زي ما انا هنا. هبدأ أنزل بإيدي بس وكوعي ثابت في مكانه.
وافرد. كملي يا لميس. طبعا ممكن لو ما عندناش دمبل اي اكوبمنت ثانيه او اي ازازه ميه زي ما قلنا ممكن نمسكها حتى بايدينا ونشتغل التمرين دوت في الزاويه اللي لميس بتعملها، بيشغل عضلات الترايسبس فهيخلينا يحصل لنا ويشد الذراعات اكتر بكتير من التمارين اللي بنعملها. ودي سهله اي حد ممكن يعملها في البيت، سهله للبيجنر، سهله للانترميديت او الناس المتوسطين، هتفرق معاهم كتير. اهم حاجه هنعملها بالشكل الصح. عدتين كمان يا لميس. هايله هايله. خلاص بقى دول اربع تمرينات، اثنين للبايسبس واثنين للترايسبس، هيفرقوا معانا في شكل الدراع جدا، وهيفرق معانا في الحركه اللي بتضايق ناس كتيره، وان شاء الله نكون هتشد الدراعات كلها، هتشد البايسبس والترايسبس، وهما دولت اكبر مكان بيفرق في شكل الدراع. خلال وقت قد ايه بقى؟ يعني لو حافظنا على دوت ممكن بعد اسبوعين نحس بفرق شكل الدراع بتاعنا. نكمل بقى بيهم اسبوعين وارجوكم. احنا هنقعد هنا اسبوعين نتمرن. هنقعد اسبوعين نتمرن، وانتوا كمان اتمرنوا اسبوعين وابعتوا لنا قولوا لنا النتائج علشان لو حد ناقصه حاجه نعرف نرد عليه. لو في حد كمان يا لميس عنده اي اسئله عايز يوجهها اصلا للبرنامج يقدر يبعتها لنا ونقدر احنا نرد عليها على طول علشان نساعده ان هو يتمرن بالشكل السليم يعني. ان شاء الله يتمرنوا بالشكل السليم. نشوفكم وفقره جديده رياضيه. صباح الفل.